اربع تقسيمات فقط. تقسيمات لازم يكون في عندي اربع تقسيمات فقط، تمام؟ طيب لا، اللي بيسأل على الاعادة ديت ممكن الاعادة دي نخليها في الاخر بقى، بس احنا كده ولا كده احنا كل شوية هنفضل نقول الكلام دوت، لان احنا النهاردة هي كل الموضوع كله على السلايزنج، فما تقلقش من النقطة دي خالص، تمام؟ يعني هنفضل نكرر فيها ونعيد فيها كذا مرة، تمام؟ لا مفيش حاجة اسمها هتتفادى الخطأ في التقسيم، لان خلي بالكوا دايما واحنا بنقسم عمرنا ما هنقدر نقسمها زي ما بيقولوا ايه بالظبط جدا وبشكل دقيق جدا، عمر ما يكون السلكت من الاول دقيق يا جماعة بنسبة 100% مهما كنت محترف في عملية التقطيع، مهما كنت محترف في عملية التقطيع عمرك ما هتقدر تقسم بدرجة 100%. مفيش ليه، هي ما فيهاش ليه، هي فيها ان احنا كلنا مهما كانت يعني مثلا واحد ايديه بتتهز وهو بيشتغل، طبيعي جدا انه لما هيجي يقسم هيبقى الموضوع ده فيه ايه مشكلة، تمام؟ فدي ما تقلقش منها، ان انا بعد كده بخش وعن طريق سلايس سيلكت بعدل في الايه في السلايزز اللي انا بعملها، تمام؟ طيب هنرجع تاني ونتابع بقية الايه عملية السلايزنج بتاعتنا. طيب دلوقتي احنا فعلا قسمنا الاجزاء بتاعتنا لاربع اجزاء، يعني بقى عندنا جزء اول اللي هو الهيدر، جزء تاني اللي هو اللينكات بتاعتنا اللي بالعرض، جزء تالت اللي هو الليفت بادي، جزء رابع اللي هو الرايت بادي. شيء جميل، احنا فعلا قسمنا الاجزاء بتاعتنا بشكل مظبوط، ولكن لازم بقى نتاكد من نقطه مهمه جدا، ان احنا فعلا واحنا مقسمين ما يكونش اي جزء من اجزاء اللي هي الايه القطعه بتاعتنا او السلايسز بتاعتنا داخله في جزء تاني. بمعنى ان انا عندي بعد الهيدر في ايه اللينكات اللي بالعرض، المفروض السلايس دي اكون متاكد انها مش داخله في الايه في اللينكات بتاعتي. طب اتاكد من ده ازاي؟ هاجي اعمل زوم ان، هنا هلاحظ الاتي، لما هنيجي نقف بالسلايز هتبصوا هنا في الجزء اللي تحت في عندي خط اهو اسود في اول اللينكات بتاعتي، وتلاحظوا ان الخط الاسود ده جاي في جزء منه مع الايه مع الهيدر اللي فوق. طيب ايه حل النقطه دي؟ حل النقطه دي ان انا اجي اعمل سيلكت اللي هو الايه اول سلايز وبعدين اطلعها لفوق حته. تمام، هاجي واطلعها لفوق ايه حته. وبعدين اروح جاي ماسك السلايد التانية ومطلعها لفوق حتة. دي اول نقطة. بعدين حاجة ابص هنا على الجزء بتاع ليفت بادي والجزء بتاع رايت بادي، لا متظبط تمام، لان هو مش جاي على الايه الخط الاسود الموجود هنا اهوت. يبقى انا عندي كده متظبط الايه الليفت بادي صح والرايت بادي صح، ولما طلعنا فوق عندنا الجزء اللي هو دوت متظبط معانا تمام. بس في حاجه هنلاحظ ان السلايز الثانيه واخده حته منين؟ من الرايت بادي. هروح جاي مطلع دي حته فوق، ولازم اطلع دي زيها حته فوق واطلع دي زيها حته فوق تاني. يبقى انا دلوقتي ايه اللي حصل معايا؟ انا كان عندي السلايز دي نازله لتحت حته تحت الخط الاسود ده، نازله عندي حته تحت الخط الاسود، حاجه زي كده المفروض هي مش صح، لان انا دلوقتي المفروض الجزء اللي هو بتاع الخط الاسود ده هو تبع الرايت بادي، بينما اللي فوق الخط الاسود هو اللي تبع الايه اللينكات بتاعتي اللي موجوده بالعرض، وكذلك الخط الاسود اللي هنا اتاكد ان هو ايه السلايز بتاعتي جايه قبليه علشان ده الجزء بتاع الايه الرايت بادي، بينما الجزء بتاع الليفت بادي هو كده تمام. يبقى احنا لازم دايما واحنا بنعمل عمليه التقطيع نكون متاكدين ان ايه مفيش اي جزء من اجزاء السلايسز بتاعتنا جاي قاطع على الايه الجزء اللي عمليه التقطيع، تلاقي عمليه التقطيع بتاعتك ماشيه مظبوط. اوكي النقطه ديت
طبعا كل نقطة أنا بحب أقف عليها علشان كل نقطة مهمة اللي أنا بقوله. هي في الأول أنت تحس إنها تلخبط، هي ليك حق إنك تقول إنها تلخبط، بس بعد كده أنت مش هتتلخبط لأنك هتتعود على إنها تكون كده. يعني أنت لازم أول ما بتيجي تعمل السلايزنج، أول نقطة امسك التقسيمة بتاعتك، قسمها التقسيمات الأساسية دي أول نقطة. تاني نقطة اتأكد إنك ما دام أنت قايل إن أنا هقسمها مثلا 4 قطع، إن أنت عندك قطعة أولى، قطعة تانية، قطعة تالتة، قطعة رابعة. لو ما عندكش الـ4 قطع، لو زادت أو نقصت يبقى أنت في عندك خطأ في التقسيم. اتأكد إن أنت ظبطت الإيه؟ التقسيمة ديت. تمام؟ فهي عايزة دايما دقة عالية جدا زي ما قال فعلا المهندس محمد. احنا لسه لغايه دلوقتي خلي بالكم ما كملناش عمليه التقطيع، يعني كل ده احنا بس بنقطع في الاجزاء الاساسيه، كل ده بنقطع في الاجزاء الاساسيه. تمام؟ اللي بيسأل عن المحاضرات اللي فاتت ممكن يبتدي يشوف الحاجات دي من خلال الصفحه بتاعه دوره التصميم بتاعه الويب على الفيسبوك، ودي ممكن يسأل عليها الشباب، او بيشوف الموقع بتاع الدارين اللي بتكون نازله المحاضرات مسجله عليها. تمام؟ او من خلال المنتدى بتاع الدارين. طيب هنرجع تاني، على اي اساس بنحدد الاجزاء دي يا ايمان؟ لا دي راجعه لك انت، انت اللي ممكن تبتدي تحدديها. يعني ممكن واحد يجي يقول لي لا انا مش عايز اقسمها بالشكل دوت، ممكن عايز اقسمها 3 اجزاء، براحتك. عايز اقسمها جزئين، براحتك. بس ده بالنسبه للتقسيمه الكبيره، لان بعد كده لما هخش في التقسيمه الصغيره يعني هبتدي اقسم جزء جزء اصغر من كده، هتلاقي في الاخر انت التقسيمه دي انت اللي بتحددها. طبعا ممكن تقسم اللينكات بيها يا هيثم. تمام؟ لأن لسه هنشوفها دلوقتي. تمام؟ لا مفيش حاجة اسمها أحسن تقسيم للموقع، بس دايماً أحسن تقسيم إنك أنت بتبص الأول على التقسيمة الكبيرة، بعدين تبتدي تمسك التقسيمة الكبيرة تقسمها تقسيمة صغيرة. تمام؟ أيوة، لأن إحنا لسه لغاية دلوقتي ما دخلنا، هنكمل بقية الشرح ما تقلقش، إحنا بس مجرد أنا بحكي تعقيب على اللي فات. تمام؟ طيب، هنبتدي نكمل تاني بقية عملية التقسيم. هنبتدي نكمل تاني باقي عملية التقسيم بتاعتنا. المفروض دلوقتي زي ما قلنا عندنا الصفحة بتاعتنا قسمناها زي ما قلنا الـ4 أجزاء، اللي هي الجزء بتاع الهيدر، والجزء بتاع اللي هو اللينكات اللي بالعرض، وبعدين الجزء بتاع الليفت بادي، والجزء بتاع الرايت بادي. وقلنا ان الجزء اللي فوق بتاع الهيدر ده برضو لازم انا هبتدي اقسمه لاجزاء. ببساطه شديده انا في عندي اول جزء اللي هو عباره عن اللوجو، وبعد كده بقيه الاجزاء هي عباره عن مجموعه صور متداخله مع بعضها. طيب حاجه زي كده لو انا عايز ابتدي اقسم الايه الهيدر بتاعي لمجموعه اجزاء، هيتم ده ازاي؟ هيتم ده ببساطه شديده ان انا هعمل حاجه اسمها ديفيجن، division او divide slices. divide slices يعني ايه؟ يعني تقسيم للشرائح بتاعتي. هبتدي اعمل حاجه اسمها divide slice. ازاي بعمل divide slice؟ ان انا بدوس رايت كليك بالماوس على السلايز اللي انا واقف عليها، هدوس رايت كليك بالماوس على الايه السلايز اللي انا واقف عليها، وهختار divide slice، وهختار divide slice. في الحاله ديت هو هيبتدي يقول لي انت عايز تبتدي تقسم الصفحة دي ازاي؟ انت عايز تبتدي تقسم الصفحة دي ازاي؟ ببساطة شديدة وهو بهوريزونتال ولا فيرتيكال؟ يعني عايز تقسمها تقسيمات بالعرض ولا بالطول؟ يبقى اكيد في الحالة ديت انا عايز ابتدي اقسمها تقسيمات بالعرض، لان انا عندي الصور جنب بعضها. هروح جاي من هنا واقول له ديفايد هوريزونتالي. طيب عايز تقسمها لكام سلايز؟ انت ممكن تبتدي تقسمها 4 5 6 على حسب ما انت عايز. افرض ان انا مثلا جيت قلت انا هقسمهم 5، طبعا هنلاحظ هنا ان الهوريزونتال مش هتنفع معايا، يبقى في الحاله ديت هلغي دي واعمل ايه؟ فيرتيكال، ام 5، او ممكن اخليها 4. طبعا هيبقى بالنسبه لي 4 احسن. على اساس ايه؟ ان انا مش هبتدي اكل من اللوجو بتاعي. يعني تلاحظ هنا لو جيت مثلا قلت انا هخليها 5، لو جيت انا قلت هقسمها 5 هتلاحظوا ان اول شريحه فيها مشكله،
اول شريحه فيها مشكله ايه هي؟ ان هي اساسا جت الشريحه الاولى كلت اللوجو بتاعي، جت الشريحه الاولى وكلت اللوجو بتاعي. طيب احنا كان ممكن برضو نعمل حاجه احسن، ممكن ابتدي اقسمها لاتنين سلايس، هروح جاي اقسمها اتنين سلايس. تمام، وبعد كده اقول له اوكي، يبقى هنقسمها اتنين سلايز. في الحاله دي هعمل ايه؟ هختار اول سلايز وبعدين هروح جاي واقف عند المربع اللي على اليمين وهعمل دراج للايه؟ للسلايز دي على الشمال لغايه لما اقرب من الايه؟ من الشعار بتاعي، لغايه لما اوصل للنقطه دي، وبعدين بالمثل هسحب السلايز التالتة واروح جاي ساحبها لغاية هنا. دي كده 2 3 4 5. هنلاحظ على طول ايه؟ بعد ما باجي اعمل عملية التقسيم بيبتدي هو يزود لي عدد السلايزز على قد اللي انا ايه عملته. طيب عايز اقسم السلايز التانية دي، ماشي، خش رايت كليك واختار ديفايد سلايز وتقول له انا مثلا عايز اقسمها لخمسة. هنا بقى انا براحتي ممكن ابتدي اقسمه لاي عدد انا عايزه، لان ما يهمنيش في الصور ان هي ايه تبقى زي اللوجو لازم تيجي الصوره كامله، لا في الصور بديت مش شرط انها تيجي لي الصوره ايه كامله، بس انا شايف خمسة سلايز مش وحشه. اروح جاي واروح جاي واقول له اوكي، لان انا خلاص كده انا شايف ان انا قسمتهم بايه تقسيم طولي، وايه رحت جاي مقسمهم لعدد من السلايز اللي هي خمسة، وطبعا بيقسم لك العدد ده لمجموعه سلايز قد بعضها بشكل تقريبي. تمام، اروح جاي واقول له ايه اوكي. النقطة دي ايه اخبارها؟ اللي هي ال divide slices. تمام، طيب دلوقتي ليه قسمنا الهيدر؟ الناس بتسأل تاني، ما احنا لسه هنعيدها تاني يا ايمان ما تقلقيش، لان احنا هنعيدها على الجزء اللي تحتيها على طول. ليه قسمنا الهيدر تاني؟ قسمنا الهيدر يا جماعه لمجموعه صور عددها صغير، مجموعه صور قصدي الدايمنشن بتاعتها تكون صغيره علشان خاطر عمليه التحميل تكون سريعه. احنا كل همنا ان عمليه التحميل تكون سريعه، هي دي اهم نقطه. فانا كل ما بزود عدد السلايزز بتاعتي لاعداد صغيره صغيره كل ده ما بيخلي عمليه التحميل بتاعتي اسرع. تمام، لا السلايزنج مش زي اللايرز، اللايرز دي حاجة والسلايزنج ده حاجة تانية خالص. اوكي، طيب دلوقتي الجزء اللي كان تحتيه على طول اللي هو كان فيه اللينكات بتاعتنا، تمام، لما هنيجي نقسمه هنقسمه بالطول ولا بالعرض؟ يعني الجزء اللي تحتيه على طول هنقسمه طول يا جماعه. خلي بالكوا هنا الموضوع بالعكس، هنا الموضوع عكسي. لو انا عايز السلايزز جنب بعضها يبقى التقسيم فيرتيكال، ولو انا عايز السلايزز تحت بعض يبقى التقسيم بالايه؟ هوريزونتال. تاني هنقول النقطه دي. دلوقتي انا هرسم رسمه اهو، هنتخيل ان انا عندي ده الايه؟ الجزء بتاعي اللي فيه الايه؟ اللي هو اللي اللينكات بتاعتي. طالما انا ابتديت احط خطوط كده يبقى التقسيم كده فيرتيكال، لكن لو انا عندي الصفحه بتاعتي بالشكل ده والتقسيم بالشكل ده يبقى ده ايه؟ هوريزونتال. يبقى احنا في الحاله بتاعه اللينكات اللي بالعرض هيبقى التقسيم فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ لا فيرتيكال، فيرتيكال مش هوريزونتال يا جماعه، فيرتيكال فيرتيكال. هنيجي نبص عليها تاني مع بعض في الشير عشان انتوا ايه اتلخبطتوا، بس انا اهو بص على الرسمه تاني، الرسمه اللي فوق اهي الحاله بتاعتي دي اهو، ما دام ده جنب ده جنب ده جنب ده، الخطوط بتاعتي اللي قطعت بيها ايه؟ خطوط طوليه ولا عرضيه؟ في الحاله الاولانيه اللي انا بشرحها دي دلوقتي قدامكم خطوط طوليه يبقى انا فيرتيكال، لكن لو الخطوط عرضيه
طبعا.